بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. درس النهاردة الاختبار الأول. تخير الإجابة الصحيحة. كل ما يلي من احتياجات النبات الأساسية ما عدا الهواء، الماء، ضوء الشمس، المأوى. الإجابة الصحيحة المأوى. من أجزاء النبات الرئيسية الساق، الجذر، الأوراق، كل ما سبق. يمتص نقط الماء والغذاء اللازم للنبات من التربة، الجذر، الساق، الأوراق، الأغصان. الإجابة الصحيحة الجذر. ينتج عن عملية البناء الضوئي نقط الذي يستخدمه النبات في الحصول على الطاقة، الماء، الأملاح، ثاني أكسيد الكربون، السكر. الإجابة الصحيحة السكر. تحدث عملية البناء الضوئي في الثمار، الجذر، الأوراق، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة الأوراق. أحد أجزاء النبات لا يتعرض لضوء الشمس ومسؤول عن تثبيت النبات في التربة، الأوراق، الساق، الجذر، أوعية اللحاء. الإجابة الصحيحة الجذر. يصنع نقط غذائه بنفسه، النبات، الإنسان، الحيوان، الحيوان والنبات. الإجابة الصحيحة النبات. تستخدم خلايا النبات نقط كمصدر للطاقة لكي تبقى على قيد الحياة، الجلوكوز، ثاني أكسيد الكربون، الجذور، الأوراق. الإجابة الصحيحة الجلوكوز. يدخل نقط من خلال الثغور الموجودة في الأوراق إلى النبات، الماء، ثاني أكسيد الكربون، الكلوروفيل، الغذاء. الإجابة الصحيحة ثاني أكسيد الكربون. تنقل أوعية اللحاء نقط إلى باقي أجزاء النبات، الماء، الغذاء من التربة، الجلوكوز، ضوء الشمس. الإجابة الصحيحة الجلوكوز. يصنع النبات غذاؤه في الثمار، الجذر، الأوراق، كل ما سبق. الإجابة الصحيحة الأوراق. يساعد نقط النبات على أن يكون واقفاً، الجذر، الساق، الأوراق، الساق والأوراق. الإجابة الصحيحة الساق. الجذور نقط هي جذور لا تقوى على حمل نفسها، فتنمو فوق الحوائط أو على سيقان نباتات أخرى، الدرنية، المتسلقة، الرأسية، الخشبية. الإجابة الصحيحة المتسلقة. يحتاج النبات إلى غاز نقط ليقوم بعملية التنفس، الأكسجين، النيتروجين، ثاني أكسيد الكربون، فوق أكسيد الهيدروجين. الإجابة الصحيحة الأكسجين. وظيفة جهاز النقل بالنسبة للنبات تشبه وظيفة الجهاز نقط في جسم الإنسان، التنفسي، الهضمي، العصبي، الدوري. الإجابة الصحيحة الجهاز الدوري. تظهر الشبكات الغذائية، العناصر غير الحية في البيئة، العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية، صور تكيف الكائنات الحية في البيئة، المواد التي تلوث الغلاف الجوي. الإجابة الصحيحة العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. يعتبر الجراد في السلاسل الغذائية مثالا لكائن، منتج للغذاء، مستهلك أولي، مستهلك ثانوي من الكائنات المحللة. الإجابة الصحيحة مستهلك أولي. تتدفق الطاقة في شكل غذاء من كائن حي إلى كائن حي آخر، أي مما يلي يعبر عن الاتجاه الصحيح لتدفق هذه الطاقة من الكائنات المنتجة إلى الكائنات المستهلكة، من الكائنات المستهلكة إلى الكائنات المنتجة، ذهابا وإيابا بين الكائنات المستهلكة والمنتجة. لا يوجد تدفق للطاقة بين الكائنات المنتجة والمستهلكة. الإجابة الصحيحة
من الكائنات المنتجة إلى الكائنات المستهلكة. أي هذه الكائنات يمكن أن تبدأ به سلسلة غذائية في بيئة مائية؟ عشب، حشرات مائية صغيرة، طحالب خضراء، أسماك البلطي. الإجابة الصحيحة الطحالب الخضراء. الحيوانات التي تصطاد حيوانات أخرى وتتغذى عليها للحصول على الطاقة تعتبر آكلات عشب، كائنات منتجة، فرائس، حيوانات مفترسة. الإجابة الصحيحة حيوانات مفترسة. يستخدم النبات الطاقة من نقط لإنتاج غذائها من الماء وثاني أكسيد الكربون، النار، ضوء الشمس. الإجابة الصحيحة ضوء الشمس. أثناء عملية البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة نقط في الجلوكوز، كيميائية، حرارية. الإجابة الصحيحة كيميائية. المادة المسؤولة عن اللون الأخضر للنبات هي نقط الجلوكوز، الكلوروفيل. الإجابة الصحيحة الكلوروفيل. أوعية نقط تنقل الماء والغذاء من التربة إلى باقي أجزاء النبات، الخشب، اللحاء. الإجابة الصحيحة الخشب. إذا توافرت لنقط الظروف المناسبة فإنها تنمو وتصبح نباتا جديدا، البذور، الأزهار. الإجابة الصحيحة البذور. العضو المسؤول عن التكاثر في أغلب النباتات هو الزهرة، الساق. الإجابة الصحيحة الزهرة. تنمو السيقان نقط أسفل الأرض كما في نبات البطاطس، الدرنية، المدادة. الإجابة الصحيحة الدرنية. أول مستوى في السلاسل الغذائية النباتات الخضراء، الفطريات والبكتيريا. الإجابة الصحيحة النباتات الخضراء. العلاقات الغذائية بين العديد من الكائنات الحية في السلاسل الغذائية تعرف ب النظام البيئي، الشبكة الغذائية. الإجابة الصحيحة الشبكة الغذائية. إذا لم تجد الأسود غذائها من الفرائس في نظام بيئي فإنها تنقرض، تلجأ لغذاء آخر مثل العشب. الإجابة الصحيحة تنقرض. ادرس الشكل المقابل ثم أجب. الصقر من الطيور، آكلة العشب، آكلة اللحوم. الإجابة الصحيحة آكلة اللحوم. كون سلسلة غذائية يوجد بها الصقر وتأكد من احتوائها على خمسة كائنات مختلفة على الأقل: نبات، جرادة، عصفور، ثعبان، صقر. ادرس الشكل المقابل ثم أجب. الشكل المقابل عبارة عن نبات، جرادة، عصفور، ثعبان، بومة. الشكل يعبر عن سلسلة غذائية، شبكة غذائية. الإجابة الصحيحة سلسلة غذائية. يمثل الطائر الذي يتغذى على الجراد مستهلكا أوليا، مستهلك ثانوي. الإجابة الصحيحة مستهلك ثانوي. الكائن المنتج للغذاء هو النبات، الجراد. الإجابة الصحيحة النبات. بعد موت البومة نقط انتقال الطاقة يستمر، يتوقف. الإجابة الصحيحة يستمر. يحصل الإنسان على غذائه من ضوء الشمس، النباتات والحيوانات. الإجابة الصحيحة النباتات والحيوانات. يحتاج النبات إلى غاز نقط للقيام بعملية البناء الضوئي، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون. الإجابة الصحيحة ثاني أكسيد الكربون. ينمو النبات بشكل صحي وسليم عند زراعته في الظل، الضوء. الإجابة الصحيحة الضوء.
ينتقل الماء من الجذور إلى باقي أجزاء النبات من خلال الساق الجذور. الإجابة الصحيحة الساق. يدخل الهواء إلى النبات من خلال فتحات في الأوراق تسمى الثغور الجذور. الإجابة الصحيحة الثغور. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.